قال لي ترى دا يزحلقوك حتى ياخذوا الوزارات منك. قلت له انا مشتهي الزحلقه. بدأوا يتفاوضون ويا الاخوان بالائتلاف انا ذاك ائتلاف الشيعي. قالوا نريد نلتقي بيه. قلت له لو رحت التقيت بيهم. قالوا خصصنا لك 3 وزارات بس مطلوب منك. منو تحديدا اللي دا يقول لك هذا الكلام يعني؟ والله كانت اللجنة بيها الأخ بهاء العرجي، الأخ فالح الفياض، يمكن عبد الكريم العنزي، بصفتهم أعضاء في التحالف، أعضاء في التحالف وممثلين على التحالف. صار الحديث أنه لازم تقدم رسالة إلى رئيس التحالف اللي كان هو عبد العزيز الحكيم، تقول بأنك ستغير خطابك السياسي السابق حتى تقدر تشترك بالحكومة، لأن خطابك خطاب معارض للعملية كلها. قلت له بس أنا انتخبتني الناس على ضوء هذا الخطاب، يعني الآن من أقول أن أغير خطابي معناها كنت أكذب على الناس، فأنا هاي الشغلة ما أسويها. اثنين، لمن أقدم الرسالة؟ قالوا رئيس التحالف. قلت له هو رئيس كتلة وأنا رئيس كتلة، شلون أقدم له طلب يا صفح؟ قالوا قدمها ها طبعا يروحون يستشيرون ويرجعون. راحوا استشاروا وقالوا قدمها لرئيس الوزراء. ثم رئيس الوزراء بعد ما مختار مكلف بعد ما مصوت عليه، فماكو رئيس وزراء الان. يروحون مره ثانيه. قلت لهم انتم ايش رايحين وجايين؟ قولوا لي ذولا تروحون يمهم منو؟ خلي يقعدون ويانا ويتفاضلوا ويانا. قال لا مو هم مخوليننا. قلت لهم انا ما أغير خطابي السابق مستحيل أغيره، هذا هو خطابي وما أكذب على الناس وما محتاج وزاراتكم أساسا. فزعلت وطلعت. أحدهم لحقني الحقيقة، قال لي ترى دا يزحلقوك حتى يأخذوا الوزارات منك. قلت له أنا مشتهي الزحلقة والوزارات ما اريدها. طلعت. موقف الامريكان من هذا الموضوع يعني كيف كانوا الامريكان يتعاملون ويا حضرتك؟ للامانه انا طبعا انت كنت تلتقي مع الامريكان؟ اي كنت التقي. اكو جهات كانت تعارض دخولي بالحكومه. قال لهم ليش؟ قالوا على خطابه وحكي علينا وكذا وما ادري شنو. قال لهم صالح المطلق فايز ب 11 مقعد، حصته 3 مقاعد ياخذهن سواء رضيتوا او ما رضيتوا، لان هذا استحقاقها. واحنا اذا نشكل حكومه وحده وطنيه مو حكومه ائتلاف حزبي. يعني المندوب الامريكي ده يتحدث. لا البريطاني. البريطاني. الخارجيه البريطاني. فاملوا عليهم بقتها انه احنا ندخل بالحكومه، وفعلا دخلنا بالحكومه.